تعرفوا ان انا اول مره اصور فيديو واتصدم بجد من الاسعار؟ النهارده عندنا تشكيل حلو جدا من الشيلان، مش هتلاقوه في اي مكان في العتبه ولا بره العتبه. اسعار الشيلان الحريمي من اول 90 جنيه يا جماعه، وشال محترم مبطن وش وظهر يتلبس دبل فيس. عندنا الكبات الحريمي اللي بتلاقوه ب 300 و350، النهارده اسعارها وهم، وهيبيع لكم كمان قطاعي. المكان ده اول مره يصور وعامل عرض جبار. الشغل الشتوي، البنات، الجوخ والحاجات اللي هي المشعره، الشغل العجينه، الحاجات اللي بتلاقوها لطقم بره ب 500 و600، النهارده من اول 150 جنيه. ركزوا معانا في العروض دي، مش هتتكرر تاني. العنوان بالتفصيل متصور في نهايه الفيديو، بس بسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق، واتفقت معاه كمان هيبيع لكم قطاعي سعر جمله لكل اللي هيروح تبع قناه يوميات مكه، وعنده كمان شحن محافظات. العنوان في اخر الفيديو. بالله عليكم لايك وشير، وعلى بركه الله نبدا الجو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. مكان جديد النهارده من قلب المخزن. ازيك يا محمود؟ محمود جاي ضيف وماشي. جاي لكم ضيف، عامل ايه؟ كل قول لي. انا عشان في مصداقيه عندي بفضل الله، فحبيت برضك اودي للناس المتابعين، الناس المحترمه بتوعك، مكتب شيلان ومكتب اطفال، شغل بالصاله اعلام، شغل كل يوم جديد فيك. عايز اقول لك شغل براندات للصوف عايز اقول لك والله الشغل ده هتلاقوه في وسط البلد. طالما انا عرفتوني حضرت في اي مكان، وانا جايب لك اقل سعر واحسن خامه. تمام باذن الله. احنا النهارده عند مكتب الهنا. الشال يا باشا، خليك بص صاحي الشال. الشال هنعمله بكام النهارده؟ قلت لك مش هقول لك ب 250 ولا ب 120 جنيه يا باشا، انا جاي النهارده اقول لك ب 90 جنيه. الشال ب 90 جنيه. 90 جنيه اشكال منه، اشكال والوان، جميع الوان وجميع الخامات. احلى حته من بيتي يا محمود. بص يا غاليه، بص افرد افرد معاه اهو. بص كل ده ب 90 جنيه. ب 90 جنيه بدل 250 جنيه. حلو، لونين اهو ب 90 جنيه. 90 جنيه ده وشين يا جماعه، 90 جنيه بشراشيب قمر. الحقوا العروض. طب بص، وحالي وحالي لا اله الا الله، وحالي وحالي. بص يا غاليه، بص بكام بقى يا باشا النهارده؟ 135 جنيه. ده كام؟ كام يا باشا؟ كام على 135 جنيه؟ كده معايا عمده. بص كام حريمي؟ قرب على الشاشه كده. بص 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 وريهم على 135 جنيه يا جماعه. حلوه 135 جنيه. حلو الحته دي، تسلم ايدك. 300 جنيه النهارده ب 200 جنيه. دي النهارده ب 200 جنيه. حته فخامه على 200 جنيه. الشيلان الحريمي. بص بص ابو 350 ب 200. كل ده ب 200 جنيه. يا بلاش والله، حلو قوي على 200. بص يا باشا، الحته دي ب 400 جنيه ب 220 جنيه. بصوا الجمال، استنى لي يا محمود، ده ب 220. افردها لي معلش، افردها تاني. يحاولوا يشوفوها دي ب 220 جنيه. انا يا باشا جاي مؤسسه الهنا. تمام. الهنا للجمله، جمله الجمله، يوجد شحن جميع المحافظات من اول 6 قطع. تمام. تمام. بص يا غاليه. بصوا كده، افرض قصاده طيب. عندي حاجه زي كده، العدد ده وبس كده. بصوا الجمال. بصوا الفخامه، حلوه. الاسعار دي مش غير ما تجيب السكرين بالفيديو تيجي توريها لهم. ب 220. الاسعار دي ب 220 جنيه. دي ب 220 جنيه. بصوا اللي بيجي قدام. الله الله الله، افرد افرد معايا. بصوا. حلو. لا ارفعها يا محمود، ما شفناهاش. على 220 جنيه. جاب حريمي قمر ب 220. بص الموديل ده برضه، بصوا الجمال، حتت حلويات والله العظيم يا جماعه. قلت لك اللي عندها حاجه صحيه تقولها حماده النادي جاب عليها وطيها ب 220 جنيه. حتت فخامه، تسلم ايدك. افرد. بص كده، بص كده، بص الشال ده. قلت لك العوده باحسن جوده يا باشا. 130 جنيه. اعدل لي اعدل لي، بصوا قد ايه. اه افرز يا محمود. بص اهو 130 جنيه. استنى لي بقى. بص يا باشا الشال ده النهارده اهو، ادينا ظهره بس كده مش باين، على 130 جنيه الشال. حلوه الحته دي. عندنا حاجات برضك في المكتب ب 220 جنيه. عندنا شغل كتير يا جماعه ما شاء الله. تمام، ورينا الحته دي. 130 جنيه. افرز يا محمود، افرز. 130 جنيه ده اللي هو بيتلف برضه. حلوه دي. قلت لك مكتب الهنا بيقول صلى على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ب 130 جنيه. ب 100 جنيه. افرد افرد. ب 100 وخالص زمان تتلم عليا. ده متني نصين كده يا جماعه، ده ب 100، ده عريض. بصوا قد ايه ب 100 جنيه. ارجع لي خطوه لورا معاه بس. ب 100 اهو. بص كل ده ب 100. تسلم ايدك. هات لي ده، هات لي ده. تشكيل ما شاء الله. انا عايز مين ده يا بابا؟ 120. هاتولي مين ده يا بابا؟ 120. ب 120 جنيه. بص بص الحلويات. ب 120 جنيه. ده قطيفه يا محمود، استناني. ده شغل قطيفه والشين. حلو قوي. ورا قدام على 120. ب 120 جنيه. انا عايز امان ده بابا. بص الحلويات. الله الله الله، حلوه دي. على 120 جنيه شال وشين. وشين يا جماعه، تسلم ايدك. تمام، محافظتنا اول 6 قطع. تمام، الدفع برضك على فودافون كاش شمال البريد. تسلم ايدك. تمام، نعرض مع بعض. بص بص الجمال ده النهارده ب 170. 170 جنيه. بص ده، ده على 170 جنيه. حلو ده ب 170. تسلم ايدك. ورينا. بيجي في مكان بيقلب عليها وطيها في تسلم ايدك. ترجع لي خطوه يا محمود. بصوا الجمال ده. بص يا ده النهارده ب 170 جنيه. 170. على 170 جنيه. حتت فخامه ب 170. موديلات. خد ده.
ب 170 جنيه غاليه ده برضه ب 170 جنيه حلو 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 والله العظيم تسلم ايدك شغل الديوان ده ده اهو 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 170 جنيه شغل فخامه ب 170 كل ده النهارده معانا على 170 كبات الله حلو ده تسلم ايدك حلوه الحته دي الاسعار مش عاديه اسعار خياليه بص على 170 بص يا غالي والله الشغل فخامه النهارده بص كده انا عايز كده علي بقى تفصيل حته وامسك الخامه كده الله حلو قوي ايه ده ده عامله زي الجاكار تقيل استنى لنا يا محمود ب 170 بص على 170 افرد لنا وهده في العرض يا محمود بصوا ب 170 جنيه جاكار حته قمر على 170 جنيه تسلم تسلم ايدك 170 اهو والله الشياكه شياكه بصوا الجمال كل ده معانا على 170 الصلاه على النبي تسلم ايدك تمام ثواني بعد اذنك ثواني بعد اذنك بص انا هكلمك من هنا لبكره مش هنخلص بفضل الله بفضل الله كتير تمام بس حجم الفيديو هناخد بره الشغل ايه الاطفال تمام كل ده معانا على 170 جنيه بص يا باشا 170 ده كل دي موديلات ما شاء الله عليه 170 جنيه والله العظيم تحفه ده اللي هو بيتلف يا جماعه هو التكاب على 170 جنيه 170 جنيه حتت ما فيش بعد كده ب 170 جنيه الحقوا الحقوا والله الحقوا بجد ايه ده ب 170 ارفعها لي دي يا محمود ارفعها ب 170 تسلم ايدك تمام بصوا الحته اللي جايه دي شال كده بيتلبس ظهر تحفه حاجه كده حاجه الاضه لف كده يا محمود بصوا من ورا كام ده النهارده؟ بكام يا غالي النهارده؟ قول لي بكام؟ 220 بكام؟ ب 220 جنيه بفضل الله احنا هنا بنبيع اقل من سعر الجمله تمام يعني لو جبت 300 جنيه عندنا ب 220 جنيه ب 220 بصي الجرافطه بص اللي هيجي هيلبس جرافطه اهو بص بص طب والله حلويات يا جماعه على 220 الله حلو ده ده ترندات والله ده زراير استنى بقى ده في زراير بصوا الجمال على 220 جنيه الشال 220 جنيه اهو بص حلو حلوه حلوه على 220 جنيه قلت لك مكتب الهنا تحت اداره حماده النادي ب 220 جنيه كل ده ب 220 جنيه فخامه والله تسلم ايدك على 220 بص اللي جاي بص كده ايه ده ايه ده ايه ده الله 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 بص بصوا الله جميل قوي ده يا جماعه ده بكام؟ ب 200 جنيه انا عايز اقول لهم قرب لي بس يا محمود دي قطيفه يا جماعه ومطرز هاند ميد وشغل قمر حلوه حلوه جبت لكم المستخبي كله على 195 جنيه فخامه قال لك دمر الاسعار 195 دمر الاسعار في الشيلات دمر الاسعار في الشيلات كل ده ب 195 حلو نزل الزبون يا اولاد على 195 يا جماعه حلو 195 جنيه استنى لي بقى ايه الجمال ده فوري يا جماعه بص بص كده لا وشغل هاند ميد وقمر على 195 جنيه حلوه تسلم قطعي وجملة سعر الجمله برضه تسلم ايه ده استنى ده جابوا لكم سواريه اعدله لنا بس ده ياما عادي وياما سواريه على كام؟ ب 240 جنيه افرض لي بس ما شفناهوش ده يا محمود بصوا على 240 ده وش واليامة التانية سادة برضه يتلبس وشين وش سواريه وش عادي بص النمره يا باشا بص الجمال بص كده غاليه حلوه دي برضه بص يا غاليه كام برضه دي؟ كام؟ كام يا عم؟ ب 200 ب 200 ب 200 بصوا في منها الرصاصي وفي منها البني كل دي موديلات كل دي موديلات على 240 ولا 200؟ 200 يا باشا دي 200 200 ولا 240؟ 200 ب 200 الله الله استنى لي تعالى تعالى بس تعالى تعالى ايه الجمال ده انا عايز اوريكم بس اصلا اللي هي الزعروره بتاعتها دي عامله ازاي استنى ده تقيل قوي يا محمود والله والله العظيم تقيل قوي دي كام طب دي قال لك كام طب دي قال كام قلت كام دي 240 واستنى لا 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 ايه الجمال ده ايه الجمال ده ارفع لي دي يا محمود ده مطرزه بصوا على 240 والله فخامه تسلم 240 اللي جاي دي كام ايه ده ايه ده 240 جنيه شغل تطريز تسلم ايدك ايوه كده 240 جنيه حتت فخامه على 240 والله مدلعينكم عايز اقول لك تسلم ايدك على المكان هنا بجد ايه الجمال ده 240 بصوا ب 240 ومش وش واحد بيتلبس الوشين تلبسوه على الاسمر او على الالوان على 240 حلوه الحته دي الشحنه عندنا من 6 قطع بص يا غالي شحن اول 6 قطع من 6 قطع واللي يجي المكان ياخد بالقطعه كام برضه يا محمود؟ ب 240 جنيه ب 240 الشغل فخامه كمل ب 240 جنيه الشيلان وجمال على 240 جنيه الشال الوشين بص يا باشا ب 240 حمد افكارك وحماده النادي في انتظارك الحته دي بكام؟ ب 280 جنيه ب 280 240 جنيه ب 240 جنيه ان شاء الله ما حد حاول ولا يجيب الفيديو سكرين ياخدها ب 240 جنيه افردها لي نتفرج اه يا باشا بصوا كل ده ب 240 جنيه حتت فخامه 240 جنيه قال لك ب 240 قال لك هيبيع بايه؟ قال لك ب 240 جنيه بص كل ده ب 240 انا اقول له يا عمنا اللي يلحق بقى الشيلان بقى الحريمي والخاص وشغل كتير جدا احنا موجودين في القاهره في العتبه كوم الشيخ سلامه كام كوم الشيخ سلامه 3 كوم الشيخ سلامه 3 كوم الشيخ السلامه مكتب الهنا
جنب مسجد عزبان. تمام. يجي لابو بلاش يقول لك يا باشا هو عملنا العرض بايه؟ هنقول لك ب60 جنيه. وعملنا العرض جنيه. بايه؟ ب60 جنيه. لسه الاطفال الشتوي على وش انا على 60 جنيه. استنى لنا بقى يا محمود. بص استنى، مش شايفين كده يا محمود؟ ده 60 جنيه. يقول لك عيسى نبو موسى نبو كل نبي صلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تمام. ب60 جنيه. كل ده ب60 يا حاجة. 60 اهو. بص ب60 جنيه. ب60 يا عم. كل ده معانا على 60. بص كل ده ب60 جنيه. يا بلاش والله ب60 جنيه. قلت لك ايه؟ قلت لك ب60 جنيه. ب60 جنيه يا جماعه. 70 جنيه وصل يا ناس يا عم. ب70. ابو 70. بصوا ده ب70 مقاسات اكبر. ادي 2 ادي 3 كل ده ب70. ادي 5 ب70 جنيه يا جماعه. 70 جنيه. اولادي وبناتي ب70 جنيه. وصل يا ناس يا عسل. قلت لها ايه؟ قلت لها اللي عندها ابني تيجي تجهزه من هنا. ب70 جنيه يا جماعه. عندنا اول الاسعار تبدا من 60 جنيه. عندنا الشاليه الحريمي، عندنا الكبات، عندنا كل حاجه بفضل الله ارخص سعر في مصر باذن الله. تمام. احنا يا باشا هيبدا من 6 قطع. من 6 قطع. تسلم ايدك محمود. اهدى لنا في العرض كام معانا؟ 120 جنيه. ب 120 جنيه. بصوا حلوه. تمتع عينك. بصوا الجمال. كل ده على 120 جنيه. اوعى تبحلق لقطعه تتزحلق. تسلم. على 120. كل ده ب 120 جنيه. تسلم ايدك. برضو مقاسات واشكال. بص يا باشا استنى لي بقى، استنى لي. لا 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 احنا جينا للدلع. دلع البنات ب 200 جنيه بالكاب بتاعها. بنتكلم على ارض الواقع. تمام. الكلام دلوقتي بنتكلم على ارض الواقع. دي ب 200. قلت لك طالما محمود الطبيب حاضر بعرف اكسر لك الدنيا في اي مكان في مصر بفضل الله. تسلم ايدك. ده ب 200 جنيه يا جماعه حبايبنا. بصوا ده بالجيبه بتاعته. طقم بالجيبه ب 200 جنيه. حلو ده. يلبس معاكوا 4 سنين 5 سنين في الحدود دي. ولا محمود. بصوا بقى 200 جنيه. استنى بقى. ليه بقى ب 200؟ انا عايزاك تفتح لي السوسته. ده جاكيت يا جماعه. مش استنى لي بس قبل ما ترمي. ده ب 200 جنيه حته جاكيت مبطنه تحفه فرو. المقاس اللي انت عايزاه 200 جنيه. ده برضه ب 200؟ المقاس الكبير ب 200. اكبر مقاس فيه يلبس لحد كام؟ لحد 9 سنين 10 سنين. 9 10 سنين. ده ب 200 مبطن برضه. كل ده مبطن. انا عايز اقول لكم بصوا ده كله مبطن فرو كده يا جماعه. مش حته بس صوف. لا ده مبطنه فرو. حته فخامه والله. تسلم ايدك. ده برضه ب 200. استنى لي يا محمود ارفع لنا ايدك سيكه. بصوا ده النهارده ب 200 برضه. ده انساتي ب 200 جنيه. ورينا بس كده. كل ده ب 200. المشعر القمر ده على 200 جنيه. بصوا كده اهدلنا بس في العرض. كل ده ب 200. ده بناتي محيرات انساتي بسوسته ب 200. ارجع لنا خطوه. طيب كل ده ب 200 جنيه. حلوه والله العظيم على 200. تسلم ايدك. الشغل ده المشعر الجديد. تمام زي ما انتم شايفين. اجي لك انا كده. بصوا كده. ده برضو معانا على 200 جنيه. لا اديني وشها بس. ده يلبس لحد كام؟ لحد 15 سنه 16 سنه. كل ده حريم ب 200 جنيه. ده يلبس كمان اللي بيلبس لارج اكس لارج. حلو على 200. بصوا انساتي. كل ده ب 200. بص كده بص كده. الراجل ده قال لي وريها بص ما استخسرش فيها حاجه. تعالى لي بس. تعالى يا عمده. 210. ده دي شيفون. ارجع لي خطوه يا محمود بقى. ده ب 210. شيفون مبطنه على 210. اللي عندها عروسه تصحيها تقول لها مكتب الهنا جاب عليها واطيها. تمام. واللي معاك دي كام؟ السكوب كام يا محمود؟ اول بلسي وصل يا ناس يا عسل. ده غالي يا حاجه. 160. 160 اهو. بص كده. والقطيفه وده كله 160؟ والقطيفه. لا بكام ده؟ 110. ايه الجمال ده؟ كام البنطلون؟ كام يا غالي البنطلون؟ 170. اللاكوستا. بص بص الجمال. 170 جنيه. بص بص 210 دبل كلوش. تسلمي. تيجي كده عشان ما تظهريش. اه بص حلوه دي. كام دي برده معانا؟ ب 170. 160. ده كارتجان. كارتجان حريمي ب 160. حلو ده على 160 جنيه. استحاله تسمعوا الاسعار دي اصلا في الشتاء يا جماعه. على 160. تسلم. تمام. كمل لنا كام؟ ده انساتي. انساتي ب 200. ده دي يا جماعه الخامه العجينه مش صوف. على 200 جنيه. بصوا معانا ده حته قطعتين صاحب 200. يلبس محيرات يا جماعه على 200 جنيه. حلو ده ب 200 جنيه. يلا بقى شويه 240. استنى لي بقى. ده طقم كامل. ده 240. قطعتين ثلاث قطع ب 240 جنيه. 240 الوان. ايه الجمال ده؟ 240. يلبس كام سنه ده معانا؟ يلبس 8 سنين 7 سنين. 7 سنين. وادي الشكل الثاني اهو 240. كام برضه؟ 240. بصوا الحلويات دي على 240. 240. حلو جميل قوي يا جماعه. تجيبوا له كلون شتوي يبقى تحفه. ده النهارده ب 200. حاجات زي كده 200. ورينا بقى. بصوا ده ب 235. ده محير على 235. حلو الشغل. الشغل بجد تحفه النهارده. تعالى وريني حاجات زي كده. 240. ده ب 240. ده قطعتين. قطعتين ب 240 بتاعته من البرد ومعاه طاقيه كمان. 240 ثلاث قطع يا جماعه. تسلم.
بصوا نيجي لحاجه اعلى، ده ب 295. حلو ده برضو محير وحته قمر عجينه مشعره. تسلم ايدك 295. تمام بقى لاولادي بقى عشان ما يزعلوش. انا عايز اقول لك انتوا مهتمين بالاولادي قوي، الشغل من جوه كله مبطن يا قطيفه هايدي يا فارو. يعني بصوا ده ب 280 وده 280 مبطن قطيفه هايدي. حلو ده جواكت يا جماعه مش تيشرتات. 230 البناتي ده ب 230 بمقاسات وسريهات يا جماعه. تسلم ايدك. تمام حلو قوي. اول اتنين لحد مقاس 10 لحد مقاس 10. بصوا ده برضو ب 255 مشعر حلو قوي. تمام نيجي لعرض تاني وعرض ابو بلاش. بص يا باشا بصوا الجمال، الشغل ده بيتباع ب 250 في وسط البلد ومول طلعت عرب. النهارده جالك بكام؟ ب 160 جنيه. 160 ثلاث قطع اهو يا جماعه، ثلاث قطع ب 160 جنيه. حلو كل ده ب 160. بصوا بصوا جاكيت سوستا ب 160 جنيه. 160 جنيه كل ده على 160 يا بلاش والله. عايز امشي. ثلاث قطع ب 160. ب 160 انت مركز كل ده ب 160 جنيه. بص الحلويات كل ده على 160 جنيه. بص كده عندنا الشغل بوغ بقى. بص عربك مش شايف يعني. بصوا بصوا الشياكه يا جماعه والله العظيم. كام دي يا عمده؟ الاسعار عليه 340. لا اعدلها لنا كده يا محمود. دي قطعتين زي ما عندنا هادي عندنا عالي. تمام كل الاسعار موجوده عندنا متوسط وتحت وفوق كل حاجه موجوده. بدانا من اول 80 ولا كانت 60؟ بدأنا الاسعار من كام هناك؟ من 60 من 60 جنيه. بص 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 الجمال، بص بص في شنطتنا 460 ثلاث قطع. بصوا حاجات حلويات يا جماعه، الشغل ده كله فخامه. قلت لك البامب ده ب 280 جنيه. 280 جنيه تمام يا غالي. واللي جنبها دي نفس دي. بص الشغل ما شاء الله. بصوا 380 على فكره. لا عندك السعر بردك بفضل الله يعني. بصوا كده 60 جنيه. موحد اسعار ولا ايه؟ اه موحد اسعار 260. ورينا كده يا محمود. اصاله ب 260 جنيه. بلسي قمر ب 260. عادي درس يا باشا ب 260 جنيه. كله سعر واحد؟ 260 جنيه. كله ب 260. بصوا بصوا التشكيل كل ده النهارده معانا على 260. اي درس من اللي انتوا شايفينه ده النهارده ب 260. حلو قوي. 70 جنيه دي ب 270. ب 260 زيها زي اخواتها. ب 260 برضه كمل كله ب 260. تسلم ايدك محمود بيفاصل لكم اهو يا جماعه ب 260 بالوانه كلها. تسلم ايديك. شغل بالصلاه على النبي. الشغل ما شاء الله كميات يا جماعه زي ما انتم شايفين. كله ب 260. 260 كل ده ب 260. بصوا كل سعر واحد على 260. ايه الجمال ده؟ 755. 755 ده محير بوخ. ده معاه كمان اندر شيرت يا جماعه. بس يا غاليه تقيل حلو والله. حاجه زي كده 595 جنيه. ده 595 ثلاث قطع. بص يا باشا تمام 595 ثلاث قطع. بص يا غالية عند حاجه زي كده استكل. بص اللي جاي ده برضه ده الشغل اللي بيع يا باشا. فين؟ واو تحفه. 490 جنيه. ده 490 ده كله جوخ يا جماعه على 490. بص الحته الفرو دي. لا استنى لي ده ظهرها حاجه ثانيه يا محمود. بصوا ادينا الوش بكام قلت لي؟ 550 جنيه. 550 ده حته قمر قمر ومعاهم كله معاه تيشرتات تحت. 520 جنيه دي برضه ب 520. بالجيبه طقم. حلو 520. بص كده ده ثلاث قطع اللي هو خد ده. بتيجي على الحاجه الحلوه. ده البامب اهو بقى. 222 جنيه. 380. 380. 380. انا جبت 22 دي منين يا محمود؟ 380. طب والاولاد القمر ده؟ ده كام ده؟ ده مش هصدقها بكام. قول لي قول لي. ده بصوا مبطن ما عجبني الخامة حلوة. بصوا ادينا وشه بس وشيل الحديدة. ادينا وشه. كام قلت لي ده؟ ده وشه كده؟ اقلب لنا طيب وريني. 395. 395 جنيه ارجع لنا شوية بس. 395 جنيه. 375 يلا يلا. 375. ان شاء الله ما حد حوش. 375. الوانه كلها موجودة. الوانه كلها متاحة. ثلاث مقاسات سرير. ثلاث مقاسات كل حاجة هنا هتلاقوها بمقاسات. عايز ياخد قطع مع ان احنا مكتب جملة اللي عايز ياخد. بس هنبيع بالقطعة والشحن من أول ست قطع. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهاية الفيديو. بصوا ده كام برضه؟ 420 جنيه. 400 ده الحتة اللي تحت بسكوتة. بصوا حلوة. على 420. تسلم ايدك. تمام الوانه كلها الوانه كلها متاحه. تسلم ايديك. تمام حلوه دي. يلا احنا بنقول جمله بس بس تمام. عايز حته قطعه شغاله يجي ياخد بالقطعه. تسلم ايديك. عايز اقول لكم خلصت جوله النهارده من عند مكتب الهنا. العنوان بالتفصيل هينزل لكم الصور في نهايه الفيديو. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق والارقام موجوده طول عرض الفيديو على الشاشه. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. ودي الارقام برده لو حابين تاخدوها سكرين وهسيبها لكم طول عرض الفيديو على الشاشه. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. انا هجيب لكم من عند الجراج ومحطة المترو. ده المسرح القومي. المسرح القومي ده جنب الجراج على طول. بصوا ده الجراج ده اول ما بنخرج على طول محطة المترو بنخرج من الشارع اللي بين المسرح القومي وبين الجراج. هنخرج على طول في وشنا هنا هنلاقي كوبري الازهر زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات مميزة للمكان
وعلى او قدامنا كمان كده اللي هناك ده اسمه رصيف حلاوة. احنا المفروض هنمشي على طول لحد الوش هناك كده، العمارة اللي في الوش دي همشي معاكم برضو واديكوا علامات مميزة للمكان. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده. انا جايبه لكم المره دي التصوير من اول المسرح القومي ومن اول جراج العتبه كمان عشان اللي مش عارف يوصل. انا صورت لكم قبل كده من اول شارع الجيش وفي ناس ما عرفتش توصل، فالمره دي صورتها لكم بقى من عند الجراج ومن عند محطه المترو كمان. هنعدي ونمشي كمان، ده رصيف حلاوه هيقابلنا في السكه كده برضو. هنفضل مكملين، انا بديكم علامات مميزه للمكان وازاي توصلوا. هنكمل على طول، احنا ماشيين من جنب كوبري الازهر. لو انتم شايفين كوبري الازهر اهو، احنا هنفضل ماشيين من جنبه على طول زي ما انتم شايفين. يعني لو خرجتوا من محطه المترو وبصيتوا على طول يمين هتشوفوا كوبري الازهر ده، هتطلعوا عنده وتفضلوا ماشيين من جنبه زي ما انتم شايفين كده. هنعدي كمان ده كده، ده شارع الجوهري وده بريموس. بصوا ده بريموس بعد رصيف حلاوه على طول، هنكمل بعد بريموس برضو ونفضل ماشيين. والشارع اللي قدامنا ده كمان شارع الجيش، يعني ده بريموس عند شارع الجوهري وده شارع الجيش، واحنا المفروض هنروح عند بتاع العجل اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هنعدي الطريق كده ونفضل مكملين، انا ماشيه لكم بس من الجنب ده على طول عشان اوريكم علامات مميزه قدامي على طول. هنفضل مكملين وماشيين، هيقابلنا كمان منفذ بيع القوات المسلحة على شمالنا. هنفضل مكملين وماشيين على طول جنب كوبري الأزهر زي ما انتم شايفين كده. بصوا كل شوية أوريكم كوبري الأزهر، احنا مكملين وماشيين لحد محل العجل اللي انتم شايفينه ده. هندخل في الشارع اللي جنبه على طول، ده أسهل طريق ممكن توصلوا ليه. بصوا على أوله سوبر ماركت اسمه الرضا برضو. هنفضل مكملين، الشارع ده اصلا غالبا بيبقى كله عجل، بيبيع عجل للاطفال عجل كبار زي ما انتم شايفين كده، مشايات ببيهات. فهنفضل مكملين وماشيين زي ما انتم شايفين كده لحد ما هيقابلنا المحل ده اسمه ماهر. احنا هندخل من جنبه على طول، بصوا هندخل من الممر اللي جنب محل ماهر ده على طول كده. كده بقى اعتبروا نفسكم وصلتوا، هنطلع الثلاث سلالم دول وبعدهم السلمه اللي انتم شايفينها دي. هتلاقوا سلالم كتير في الوش مش هتطلعوها. المكتب بالهنا يا جماعه جنب السلالم على طول، ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده كذا دور ما شاء الله. وهتاخدوا باسعار الفيديو، بالله عليكم لايك وشير واشوفكم على خير.